قسم بالله العلي العظيم انا حاضر ان اقول الحق ولا جاء غير الحق. لا والله ما كاين لا زواج لا والو. يكون خير البنيه ديالي والفن ديالي والجمهور ديالي والحمد لله انا اسعد انسانه في الدنيا هكذا الحمد لله. توحش بنتي بزاف وملي كتوحشني بزاف ملي كتهضر معايا في التليفون وبعدا انا ملي كانت عندي مده فيها 15 يوم ما كنهضرش مع بنتي نهائيا في التليفون كان جو دوموند سي نوفيل دو لوين ما كنقدرش نهضر معها حتى النهار الاخر لو لوندوما غادي نشد الطياره غنمشي عندها عاد كنبقى نهضر معها دونك اللي كيخليني نقول بحال هكذا بنتي ملي كتقول لي ماما اجي دابا خصك تجي دابا ماما توحشتك وسورتو ملي كتنطقها بالعربيه ماما توحشتك بزاف خصك تجي دابا الله يسمح لنا من الوالدين كنقول ما كاينش شي حاجه بدون ثمن هذه هي الضريبه هذه الضريبه اللي نقدر نخلصها في الفن ديالي اما اي حاجه صعيبه في الفن ما كتهمنيش من غير بنتي.